ثورة 26 من سبتمبر الخالدة، منجز تاريخي وشعلة ضوء في وجه الظلم والإمامة وعقود الجهل والفقر. سارع اليمنيون في الذكرى 61 للثورة السبتمبرية بكل فئاته للاحتفاء به، مؤكدين تمسكهم بأهدافها وخيار الثورة والجمهورية. وزاد تمسك اليمنيون بذكرى الثورة في ظل ما يواجهه النظام الجمهوري من تحد حقيقي مع سطو الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة التي تصورت أنها ستعيد عقارب الزمن إلى الوراء وأنها ستقضي على مكتسبات الثورة اليابانية الخالدة. ثورة 26 سبتمبر ثورة الأجداد من أجل القضاء على الإمامية، على التوريث، على الجهل، لكن معنا الآن الميليشيات الحوثية بتعيد لنا الإمامة، بتعيد لنا ما الفكر السلالي كامل، وإن شاء الله نحن في نضال وفي ثورة وسنقتلعهم من جذورهم إن شاء الله، وستقوم بالثورة أخرى ب 26 سبتمبر مجيد. اليوم نحن نعيش مرحلة حرب ضد ثورة 26 سبتمبر، وواجب على كل مواطن يمني أن يقف إلى جانب الثوار الأحرار. ثورة 26 من سبتمبر تلهم اليمنيين في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها اليمن الثبات والوعي بأهمية الثورة في وجه المستكبر الطاغي والحفاظ على الجمهورية ونضال الآباء الذين بذلوا أرواحهم للتخلص من سلطة الإمامة التي ظلت جاثمة على الوطن وكبلت المواطن بالجوع والمرض والجهل، مؤكدين على أن وهج ثورة سبتمبر سيبقى أقوى من كل المشاريع العنصرية الدخيلة. ثورة 26 من سبتمبر صرخة في وجه الطغيان وإرادة شعب تمردت على واقع بائس، وهذا التاريخ لا يمكن نسيانه ولا يمكن أن يسقط بالتقادم. ثورة 26 سبتمبر ثورة مجيدة أخرجت الشعب اليمني من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى التعليم. ثورة مجيدة نضحي بسبيلها جميع الشعب اليمني، وما زال يضحي في سبيل تحقيق أهدافها حتى اليوم. زخم الاحتفال بالثورة السبتمبرية الخالدة وتوحد صوت اليمنيين بجميع فئاته في مختلف المحافظات وفي الخارج يجسد حالة اليقظة والاستبسال في التمسك بأهداف الثورة التي استعاد فيها اليمنيون كرامتهم وحريتهم نحو الجمهورية والديمقراطية والتنمية، مؤكدين على الدفاع عنها جيلا بعد جيل. Thank you.